فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول امرأة تسأل فتقول إنها معلمة للقرآن في المسجد وتأتيها الدورة، فهل لها أن تأتي لتعلم أخواتها القرآن في المسجد؟ لا، أصل تعليمها القرآن في المسجد فيه نظر، تعلمها في البيت في بيتها. أصل خروج النساء للتعلم هذا سبب يعني ضياع الحياة وضياع تساهل النساء في الخروج، أي تأتيها في بيتها وتعلم عليها. نعم، والحائض من باب أولى لا تأتي للمسجد، لا طالبة ولا معلمة، ما تأتي ولا مصلية حتى. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.